لذلك عندما تتلقى الحزمة الخاصة بك، قد تتلقى ما يصل إلى 4 علاجات. كل زجاجة لها لونها الخاص. سيكون علاج استعادة الشعر حل في زجاجة رذاذ خضراء. في زجاجة العنبر، سيكون لديك الشامبو الخاص بك. في الزجاجة الزرقاء، لديك مكيف الهواء الخاص بك. إذا وصف لك الطبيب، فقد تتلقى أيضاً كبسولة عن طريق الفم. الآن سأشرح كيف ستستخدم كل دواء. قبل استخدام الدواء، تأكد من ارتداء القفازات. الآن سأوضح لك كيفية استخدام علاجك لاستعادة الشعر. لنأخذ الزجاجة الخضراء. سيتم إغلاق كل دواء على حدة. سترغب في تقشير الغلاف الموجود على الزجاجة. بمجرد فتح الزجاجة، تأكد من رجها جيدا قبل الاستخدام. الآن أنزع الغطاء عن الزجاجة وأنت جاهز لاستخدامه. ابدأ بفراق أو تقسيم شعرك حيث سيتم تطبيق الدواء. امسك الزجاجة بعيدا عن وجهك وضعها مباشرة على جذر المنطقة المصابة حيث تضع الدواء. اصنع 3 إلى 4 بخاخات أو ما يكفي لتغطية المنطقة. الزجاجة التالية ستكون الشامبو الموجود في زجاجة العنبر. افعل نفس الشيء. قم بإزالة الغلاف الموجود أعلى الزجاجة. وقم بإزالة الغطاء. أيضا، تأكد من أن تهتز جيدا. يتم استخدام البلسم وكذلك الشامبو مرتين أسبوعية، بحيث يمكنك الرش مباشرة على المناطق المصابة من فروة الرأس. بعد تشبع الشعر بالدواء، يجب عليك فقط تدليكه بأصابعك. أيضاً، افهم أن هذا شامبو طبي، لذلك قد لا يرغى بقدر الشامبو العادي. وبعد ذلك يمكنك شطفها بالماء. الزجاجة الأخيرة ستكون مكيف وستكون في موزع المضخة الأزرق. باستخدام هذا الموزع، يجب أن تجد الحلقة مع علامة فتح على ظهر الزجاجة. بعد تحديد موقع الحلقة، يجب عليك تدويرها وتدويرها إلى الأمام. سيؤدي هذا إلى فتح موزع المضخة. ادفع لأسفل عدة مرات للضغط على الدواء. بنفس الطريقة، يجب وضع 3 إلى 4 مضخات من البلسم وتطبيقها على المناطق المصابة من فروة الرأس. أيضاً، من الأفضل استخدام أصابعك للتدليك جيداً. بعد التدليك لمدة 10 إلى 15 دقيقة، يمكنك شطفه. مهم جداً للإناث باستخدام هذا الدواء. كيفية تجنب الدواء يقطر على الوجه لأنه يمكن أن يسبب نمو الشعر غير المرغوب فيه على الوجه. إذا كنت تستخدم الدواء قبل الذهاب إلى الفراش، فاستخدم غطاء الشعر أو قبعة الاستحمام. أيضاً، قد ترغب في استخدام ملاءة واقية على وسادتك حتى لا يحصل وجهك أيضاً على دواء. أثناء النوم ليلاً، قد يصف طبيبك أيضاً كبسولة عن طريق الفم لعلاج استعادة الشعر. سيأتي في قارورة مقاومة للأطفال. لفتح بقوة اضغط لأسفل على الغطاء وتحريفه. ارجع إلى أدويتك للحصول على تعليمات محددة بشأن الجرعات. لتحقيق أقصى تأثير لعلاجك، يرجى دائما اتباع الوصفة الطبية الخاصة بك. إذا لم يكن كذلك، يمكن أن يقلل من تأثير العلاج. لا تقاطع العلاج دون استشارة طبيبك. احتفظ دائما بالأدوية بعيدا عن متناول الأطفال وبصرهم. ضع في اعتبارك أن الأمر يستغرق من 1 إلى 4 أيام حتى يكون للدواء الموضعي تأثير كامل. تتوافق أدوية ميجا أعيد المركبة مع إرشادات USP من حيث صلتها باء، تاريخ ما بعد الاستخدام، والذي يمكنك العثور عليه على الملصق. قد يؤدي استخدام الأدوية بعد تاريخ ما بعد الاستخدام إلى تقليل فعاليتها. سيتصل بك منسق رعاية المرضى بعد 2 أسبوع من تلقي المركب لمناقشة فعالية علاجك. شكرا لك على المشاهدة وعلى اختيار صيدلية ميجا أعيد المركبة. العمل معا من أجل حياة أكثر صحة.